دي مأمين. دول مأمين. ممكن تفهمني انا راجل ما بفهمش يعني؟ نعم فعلا مش بفهم في الموضوع ده. قول لي المقامات انواعها ايه وايه المقامين دول؟ طيب حاضر. اولا المقامات الاصليه، في مقامات اصليه ومقامات فرعيه. الفرعيه اكتر من 1000. الفرعيه اكتر من 1000؟ اه. انا كنت فاكر هما 6 8 حاجه كده. دول بقى الاصليه. دول الاصليين. المقامات الاصليه اللي كل قارئ لازم يكون على درايه بيهم. ايه هما بقى؟ عشان المستمع بيعرف. مجموعه في كلمه صنع بسحرك. صنع بسحرك. يعني ايه؟ آه. الصاد صبا. الصاد صبا. النون نهوانت. العين عجم. الباء بياتي. السين سيكا. الحاء حجاز. الراء رست. الكاف كرد. سهله. صنع بسحرك. دي المقامات الاصليه. عارف زمان كانوا يعلمونا الشمسيه والقمريه فيقول لك نعم. الغى حجك وخف عقيمه. وخف عقيمه نعم. آه. صح. دي وردك الكلمه دي جمع هذه المقامات. طيب احنا بناخدها في القران ليه؟ ايه علاقه المقامات بالقران؟ هقول لك. في حاجه اسمها عندنا في القران التصوير النغمي للقران الكريم. يعني الغرض اللي القارئ بيحسن صوته ايه؟ عشان يوصل للمستمع معنى معين. كل ايه بتعبر عن شيء معين، عن حال. كل مقام هقرا بيه يساعدك في تصوير الحال ده افضل تصوير للمستمع. نعم. يعني ايه؟ مثلا ايه فيها فرح وفيها جنه. الـ الـ الافضل تقراها ازاي؟ تقراها بمقام النهاوند، بتوصل عشان المستمع يعرف ان دي حاجه فرح. يعني انت بتغير المقامات. نعم. خلال قراءتك. نعم. وعلى حسب الايه اللي ممكن يختلف من اول الايه لاخرها. لاخرها. وممكن نعم. يختلف من الايه دي للايه اللي بعدها. الله تماما. الله يفتح عليك. البياتي عندنا دي في الاول كده، اول ما القارئ يبدا يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده البياتي. بياتي بتبدا كده ايه؟ بتقول للمستمع ها؟ تمهيدا. بتمهد ليه كده؟ آه. دي البياتي. بعدين الحجاز دي الايات اللي هي فيها دعاء. الايات اي ايه فيها دعاء تقولها بحجاز. يعني ايه حجاز ده؟ آه. يعني مثلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. شوف المقام عامل ازاي؟ ده الحجاز. ده الحجاز. بعديه نهواند. ايه نهواند ده؟ آه. اللي هو الايات الفرح، يعني في جنه. يعني مثلا نهواند ان للمتقين مفازا. تعبير وشك مع المقام المستمع خلاص فهم ان المتقين هيخشوا الجنه. طيب الرصد. الرصد ده بقى بيصف الجنه، يعني تقول له الجنه فيها ايه؟ جنه حلوه فيها ايه؟ تقول له الرصد. يعني مثلا ان المتقين مفازة هيعملوا ايه؟ حدائق وعناب. هتقول رصد. حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ابدأ تصف له الجنة بهذا المقام الرصد. بعد كده السيكة. السيكة ده آيات العظمة. يعني إيه؟ في آية كده فيها عظمة. آه. فيها ملكوت السماوات والأرض فيها. فأنت بتقول المقام ده عشان توصل للمستمع قد إيه الآية دي فيها عظمة. بيتقال إزاي الرصد ده؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. دي مقام السيكة. بعد كده مركز معايا يا استاذنا. مركز معاك جدا. طيب بعد مركز معاك جدا. ربنا يحفظك. بعد كده الصبر. الصبر ده عيد بقى فيها ايه؟ النار ودخول النار. فتبدا انت بقى يعني ايه؟ خشيه بقى، تزرع الخشيه في كده. في وجدان المستمع. نعم. يعني مثلا بتقول مثلا ايه؟ الصبا يعني نعوذ بالله ان نكون من اهل النار. مثلا عن ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أنت بتقول له قد إيه الموقف عظيم، الموقف تخاف منه. المقام هو ال ال بيسموه إيه؟ بيسموه النغمة أو الأداء أو المد في حروف معينة. نعم. في الآية. نعم. صح؟ ده 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 المقام. المقام الطريقة اللي حضرتك بتقرأ بيها الآية. كويس. الصوت بقى. نعم. مصدر الصوت. ما هو أنت علمونا دي جزء من الشغل. نعم. صغيرة يعني. إنه صوتك طالع منين؟ هو صوت قرار ولا صوتك طالع من هنا ولا صوتك طالع من هنا ولا صوتك طالع من هنا؟ نعم، دي جزئية تانية. بنقول لك إيه؟ صوتك ده هبة من الله سبحانه وتعالى. صحيح. بالظبط زي العربية، تمام؟ أنت لما تطلع الأولان وبعد كده تاني وبعد كده وهكذا. في درجة اسمها القرار. ايه القرار ده؟ ابدا اقل حاجه عشان ابدا لما اقرا نص ساعه ساعه ما اتعبش، يعني مثلا قرار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا استاذنا القرار فين؟ بعد كده درجة الوسط اللي انا عملته لما قرات مع حضرتك في اول الحلقه. أي. تمام؟ الوسط بقى كده هبدا اقول رصد، تمام؟ يعني مثلا قلت ايه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. دي درجة الوسط. أعلى بقى منها الجواب. قال إزاي؟ عالم الغيب والشهادة هو بقى اعلى منه الدرجه الرابعه. جواب الجواب. بس طبعا عشان تقوله لازم تكون مثلا قارئ ربع ساعه. ما ينفعش تبدا كده جواب الجواب صوتك طبعًا هيشرخ او كده. فدي اسمها فنيات تلاوه القران. عشان دي خدت منك وقت قد ايه عشان تجدها؟ لا كتير جدا يعني. في الاول كده سمعت الشيخ محمد الهلباوي الله يرحمه، كان فعلا هو اللي يعني قال لي التصوير النغمي وقال ازاي تبدا وازاي القرار والحاجات دي كلها. وبعد كده رحت الدكتور طه عبد الوهاب يعني درست عنده بعض المقامات واداني المقامات وكده. فالموضوع بصراحه انا حبيته. طب هي المساله آلية يعني